كدوز من شي ألمة ولا من شي امتحان قاسي في حياتك، أجي نشارك معاك القصة ديال حليمة اللي غادي تزرع فيك الأمل. حليمة اللي هي واحد الشابة في مقتبل العمر، العقلية ديال الأب ديالها ليست مواكبة للعصر، ورغم أنه كيحبها فمن الخوف عليها بغى أنه يحافظ عليها بواحد الطريقة اللي ما كانش عارف بلي أنها خاطئة. القرار ديالو غادي يخليها باش انها تدوز من تمرحلات صعاب وكبر من السن ديالها. حليمة عيات ولكن ما فقدتش الامل، ورغم السواد اللي كانت كتعيش وسط منه في الاخير ربي ما ضيعش صبرها. ما غاديش نقول لكم كلشي، تبعوا معايا لاخر الحكايه باش تعرفوا شنو كان الجزاء ديالها. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي اللي كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه، احوالكم طيبه. شوفوا غادي يبان لكم شي شويه ديال الجديد بلا ما تعلقوا عليه، اذا كنتو كتعرفوني مزيان انا انسانه طبيعيه جدا لا في البسي ولا في اي حاجه، ولكن بعض المرات كينوض عليا شي حماق كيخصني نطبقه. فكنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه، وكيف العاده المؤنسه ديالكم عادت اليكم من جديد. وليتو كتبخلوا عليا بزاف بزاف بزاف، والقناه هذيك اكثر من شهر هبطات بمعنى الكلمه، داكشي باش حتى انا بديت كنتكاسل شي شويه وليت كنغيب عليكم واحد شي شويه، لانه كيبان لي بلي انه ما كاينش تفاعل. كتبخلوا عليا بابسط حاجه انكم تضغطوا على زر الاعجاب، كتبخلوا عليا بالتعليق ديالكم تشاركوني اياها، كتبخلوا انكم تشاركوا القناه ديالي مع الناس اللي كتبغيو، وكتبخلوا عليا انكم ما مفعلينش جرس القناه اولا مفعلينه من هذه شحال هذه، داكشي باش ما كيطلعوش لكم فيديوهات ديالي. في جميع الاحوال كنتمناكم انكم تكونوا مزيان واموركم هانيه. خير ما تعطلش عليكم اكثر ونقول لكم بسم الله يلا لنبدا. انا حليمه، قصتي بغيتها تكون عبره خصوصا خصوصا المراهقات اللي كنسطر عليها بالخط الاحمر عريض. انا حليمه بنت وسط اربعه ديال الذكوره، زوج اللي صغر مني والزوج اللي كبر مني. كنتمي لواحد الجهه في المغرب من مدينه صغيره، غادي نكبر وسط واحد العائله اللي هي متوسطه ولله الحمد. الاب ديالي ما كانش مخصنا لنا حتى شي حاجه وموفر لينا كل شيء، اما الوالده ديالي شو غادي نقول لكم عليها، ولا نبقى ندوي عليها حياتي كامله ما نقدرش نوصفها لكم. ام بما تحمله الكلمه من معنى، كانت هي الام والصديقه خصوصا لي انا. غادي نكبر واحد الطفله اللي هي مفشه ولله الحمد، ولكن في نفس الوقت كبرت وانا تنشوف الوالد ديالي تيعنف الدراري اللي كبر مني، زعما خوتي، كيضربهم وكيتعدى عليهم بحكم انه الوالد كيتهلا بزاف خوتو وامو اللي هي جده، وكان كيتصنت لهم بزاف. وانتم راكم عارفين الدراري الصغار كانوا خوتي كيبداو كينقزو وكيجريو، وفين ما كان تيجي با اللي كان شيفور ديال واحد الكاميو كيبداو كيتشكاو ليه، راه دارو وراه فعلو وراه تركو. وقت ما سافر مع الخدمه وجا كان تيهلكهم عصا، واذا ما كانش كانوا هما اللي كيتكلفوا. كبرت وانا تنشوف خوتي كيردوا الدم بقوه الضرب اللي كانوا كياخذوا من عند با. كبرت وانا تنشوف خوتي لحمهم كيزرق، ما نكذبش عليكم ويا على بشاعه المنظر. انا ذاك ديما تنجي كنبكي وكنجلس ما بيناتهم وهما كيتخبوا مورايا، حيت عارفين بلي انه الوالد ما غاديش يقدر يقيسني ولا يضربني. عمر الوالد ما حط عليا يديه صراحه، وهما كانوا عارفين مزيان هاد القضيه، كنت عزيزه عند با، كانوا ديما كيتخبوا من مورايا. قريت الحمد لله الابتدائي، وبحكم المنطقه فين حنا تنسكنوا او بالاحرى اللي كانت باديه، عندهم عيب وحشومه انه البنت تقرا، فاضطريت من بعد ما ساليت السادس انني نجلس واحد العام، حتى مشات واحد بنت عمي تقرا عاد مشيت انا وبديت في الاعدادي. كل عام كنت كنسمع من عند الوالد هاد العام غادي تجلسي، هاد العام حليمه ما غاديش تزيدي تقراي. كنت كنمشي نرغب غير خوالاتي يتدخلوا ويرغبوه، واخا الوالد كان فششني وما حارمني من حتى شي خير، ولكن هاد القضيه ديال القرايه كان كيسمع لعائلته فيها بزاف. واخا عمي الاخر كان كيقري بناتو، ولكن الوالد كان ضد القرايه. بقيت صابره وتيرغبوا خوتي الكبار وكترغبوا الوالده، حتى قدرت الحمد لله انني نكمل الاعدادي وطلعت للثانوي. لكن قبل في العام ديال التاسع ولظروف كانت كبر مني، قدر الله ما شاء فعل، غادي يحرق واحد خويا لاوروبا، وهاد خويا كان فيه صاحبي وخويا وحبيبي وكل شيء. خويا اللي كنت بالنسبه ليه حتى انا كل شيء. عموما العلاقه اللي بيني وما بين خوتي الدراري ماشي غير خوتو صاف، كنا صحاب ما بيناتنا. داك خويا حرق وما بانش، وهذه بحد ذاتها كانت صدمه نتاع حياتي اللي ما عرفناه لا حي ولا ميت. كنشوف امي كتعذب وبا كيتعذب، با اللي ما عمرني ما شفت دمعته حتى شفت هذيك الوقت، وكان منهار، با اللي كان جبل بالي مهدود. ما كان عيدنا عيد، ما كان فرحنا فرح، ما كانت المناسبات ديالنا مناسبات،
طلعت للسانكيام وكنت قاتل باش اني ننجح. غادي يجي يخطبني واحد ولد خالتي اللي كان ساكن في المدينه وكان ميسور وكبر مني بعشر سنين. انا كنت بغيت انا ذاك غير نهرب من الجو نتاع البكا وقلت اه، ولقيت راسي درت العقد وانا عندي 16 سنه. تخيلوا معايا في الاول قبل ما ندير العقد قال لي ولد خالتي غادي نقريك غتكملي قرايتك غنوقف معاك وندير لك ونفعل لك. الايام كتدوز وتنقول شنو هادشي اللي درتي يا حليمه، هادي راه ماشي انتي، انتي ما باغاش هادشي، انتي باغا تكملي قرايتك وعندك احلام واهداف. مع العلم انه الوالد كل عام كان تيقول لي غادي توقفي، ولكن واخا هكا كنت مكافحه وكنحاول. فبدا كيتندم معايا الحال. من بعد العقد غادي نقولها لماما، وكان اكبر غلط دارته انها كانت تقول لي حنا الهضره اعطيناها وما غاديش نرجعوا فيها. الوالد ديالي تيقول لي ما غاديش ترجعي في هضرتك، غادي تزوجي ولد خالتك وبزز منك. من بعد عامين غيدير لي الوالد العرس وانا فين نمشي مع راجلي اللي غادي يقول لي ما عنديش المراه اللي غادي تقرا، ومشينا لدارو. ليله الدخله عجيبه، بقيت جالسه كنشوف في المرايه وتنقول حليمه شنو هادشي اللي وصلتي ليه اليوم، علما انه كنت معوله اذا مشى حتى قرب ليا هاد ولد خالتي غادي نقتلو، غادي نقتل راسي معاه من الفوق. ولكن غادي يجي عندي وغادي يقول لي انت بنت خالتي وانا ولد خالتك وما غادي توقع ما بيناتنا حتى شي حاجه، حيت انا ما كنبغيكش، راه غير الوالده اللي بزات عليا باش انني نتزوج بك، وحتى انت يا ما كنتيش من العاكزين. انا ذاك بدا عليا بشي هضره اللي كانت قاصحه، ومع ذلك قلت الحمد لله على الاقل ما غاديش يقرب ليا، تما مزوجين غير في الاوراق هاد الساعه. داز النهار الاول، داز النهار الثاني، النهار الثالث، داز العام الاول. العام الاول اللي كان كيف الحلمه الخايبه اللي كتكون مورا العصر، العام الاول داز كله ضرب واهانات وسب ومعيور وبدون سبب. كان كيعايرني بخويا وتيقول لي اخوك مشى كيلوح راسو من البحر حيتاش ماشي راجل. سمعت بزاف ديال الهضره على دارنا وعلى خوتي اللي كتقصح. داز العام الاول والعام الثاني كذلك ومثال كان كيف الاول، وكل مره انا ذاك كان كتجيني حالتي ديال الياس، وبما اني كنت كنسكن في ليطاج الرابع كنت نقول صافي يا حليمه لوحي راسك اش باقي مازال كتسناي. من موراها كنرجع وكتبان لي الصوره نتاع ماما ونتاع خوتي، وكنت كنتراجع وكنقول صافي غادي نكمل. مع الوقت عرفت واحد الولد في التليفون، واخا كنت مزوجه بالسميه، واخا عرفت انني الله يسمح لي درت ذنب عظيم مع ربي لانني كنت على ذمة شخص اخر واخا غير بالوراق. بقينا اليوم غدا داك الشخص غادي يعطيني الفيسبوك ديالو، قلت ليه بلي انا ما مزوجاش، كذبت عليه وقلت ليه راه ما عندي حتى شي حد، ولكن ما عطيتوش سميتي وبزاف التفاصيل عليا ما عطيتهمش ليه. من بعد ما دوزت عامين ونص ديال الزواج وفي العلاقه مع داك الخاينه في التليفون، انا كنت صافي عييت حيت كان تيضربني وكان تيعرفني، وكان كل مره يدخل تيقول لي مسمى براجلي كماره ديال الويل لصقتي فيا كنت باغا غير تخرجي من ديك البلاصه المحشره، وبزاف ديال الكلام اللي كان كيمرضني وكيعذبني وكيجرحني. تعذبت نفسيا وهاد عامين ونص كنت كنشوف فيها حياتي بلي انها ضاعت. هنا غادي نعاود لذاك الشخص اللي معاه كنت معاه في التليفون كل شيء على حياتي وبلي انني مزوجه وغير كذبت عليك واشنو كاين واشنو كاين واشنو كاين. من بعد غادي نخرج من الدار ديال المسمى براجلي وهربت لواحد المدينه اللي هي كبيره، فيها كنت كنعرف واحد المراه اللي جلست فيها شي ايامات. الوالد ديالي بدا كيصيفط لي اوديوهات فيهم تيبكي وتيقول لي غير رجعي واللي بغيتيها تكون انا غادي نطلقك يا بنتي. هذاك الدري اللي عرفتو في التليفون وعطيته الفيسبوك ودوينا هاد عامين كلها عاد عرف شكون انا، مشى هضر مع با وقال لي راه بنتك حليمه راه باقا بنت وراها شنو كتعيش، علما انه راجلي كان تيقول لي ما تهضريش وعمرك تقولي لامي باللي انك راكي باقا بنت، وياك اذا سخت الخبر فضحتي هاد القضيه غادي نقتلك وتكون هذه هي الاخره ليك. جيت لدارنا وطلقت، ما نكذبش عليكم منين خرجت من المحكمه شفت في السماء وقلت اللهم ولك الحمد، حسيت بالحريه ديالي رجعت ليا. في نفس الوقت ما كنتش عارفه باللي انني غادي نبدا مرحله واحده اخرى من العذاب وابتلاء واحد اخر، علما واني في هذه اللحظه اللي تنحكي لكم راني رضيت بالماضي ديالي وحتى بالحاضر وحتى بالمستقبل، انا الحمد لله على كل شيء. المهم فاش رجعت للدار الوالد بدا تيقول داك الشاب اللي كنت بعلاقه به في الفيسبوك بلي راه خاصك تجيب والدي وتجي حتى نتايا باش تخطبوا حليمه. الولد بدا كيتهرب وكيقول ليه اه راه هضرت مع الوالده، لا راه ما بغاتش، كل مره واش يقول ليه، مره يقول ليه لا راه قالت لي كيف هاد بنت الناس كذبات عليك في الاول غادي تكذب عليك حتى في الاخير وغتبقى كذابه وخائنه. الوالد كان تيقفيه
ورغم هادشي كله وانا كنت تنبكي، وفي هاد الوقيته العائله غيخرجوا عليا اشاعات بلي انني بلا شرف، بلي انني كنت فاسقه عاهره الى ما اخره. بديت كنطلب با دير لي عافاك شهاده طبيه، ابا انا مزوقه فيك، وبين العائله والناس بلي انا باقا محافظه على شرفي وانا انسانه نقيه. المهم الوالد ديالي خيرني بينو وبين هذاك الشاب، فعلا غادي ندير ديك الشهاده، غنحطها في فيسبوك، غنحطها في انستغرام، غادي نحطها في واتساب، في جميع مواقع التواصل. بقوت ما انني كنت مهووسه بديك الكلمه، كنت باغي نبين للعالم بكامل بلي انا انسانه شريفه عفيفه. من بعد الوالد ديالي غادي خيرني ما بينو وما بين هذاك الشاب، انا للاسف انا ذاك كنت علقت به بزاف، فاش با قال لي هذا الكلام قلت غادي نسايس معاه، وعافاك با اعطيه فرصه وغير صبر، راه قال لنا الشهر الفلاني. حتى سخط الخبر بلي انه داك خينا حرق لواحد الدوله اوروبيه. انا خبيت هذا الخبر على با، وهاد الشاب دا كيتحكم فيا كيف ما بغى، هو بعيد حيت انا كنت متعلقه به. كان تيقول لي حتى شي حد ما يكون عندك في التليفون، النمره ديال خويا اللي ولدات امي وبا لا، نمره با ما تكونش عندي، ما نخرجش نهائيا ولا يعتب بالزنقه. ويوميا تيقول لي ضعيف امك بلي انك ما خرجتيش، ولا ضعيف باك بلي انك ما خرجتيش. بقيت عام تقريبا ما كندخل ما تنخرج، كتقول لي ماما يلا العيد، تخيلوا العيد ما عنديش الحق انني نمشي عند العائله. كتقول لي يلا خرجي، لا ماما غير خليني راني ما فياش. كيجيو العراسات في العائله، كيجيو مناسبات، وديما انا مريضه وقوه الاسباب. مع الوقت امي شكات فيا وقالت لي واش ما تيخليكش هاد خينا. بديت كنهار ببكى، وبديت كنطيح، وتيجوني انهيارات، وكنحس بانه قلبي تيضرني ويدي كتشلل عليا بالاعصاب. مع الوقت غير اذا ما جاوبش في التليفون كان كيبقى عليا يا الفعله يا التركه، يا اللي وصلتي للمحاكم، يا اللي خوها كلا الحوت. نسيت ما قلت لكم بلي انه خويا الكبير للاسف باش يتناسى شنو وقع لخويا الاخر، ولا كيتعاطى مسكين الكوكايين، ولا كيشم الغبره غير باش ينسى، حيتاش كان هو وخويا صحاب. خوتي كانوا كيلاحظوا في الموضوع ديالي، وقت ما هزي التليفون كنطيح كنغيب. حتى لواحد النهار واحد خويا غادي يهز التليفون ديالي، وغادي يلقى بلي انه هذاك خينا تيسبني. تناقش مع خويا، انا بديت نقول حليمه شنو كديري؟ غادي تخسري والديك وخوتك على واحد اللي ما تيسواش، ولا خوتي كيدابزوا معايا كيغوتوا عليا. انا في هذه اللحظه بحال شي حد خوى عليا واحد السطل ديال الماء بارد. بدون ما نفكر قلت لسيرا ولد الناس الله يعاونك. عاوتاني وعلاش وكدا والسبان والمعيور. انا كنت عييت، هرست النمره وشديت الارض. شوي واحد بنت عمي كانت قرب العرس ديالها، جات عندنا هي وعمتي، ياك لاباسه فلانه، بدات كتغوت عليا، درتي ليا وفعلتي ليا، ومشيتي عطيتي داك خينا اللي بغيت تزوج بيك الانستغرام ديالي وباغي يفرقني على راجلي. ناض مسخوط الوالدين قلب على عائلتي كلها، وكيصيفط ليهم بلي انه حليمه ما كتسوى ما كتصلح، وراه كدوي فيكم، وراه كدوي حتى في شرفكم، وشي هضره اللي ما تقدروش تسمعوها وتقدروا تيقوها. انا ذاك غير تنبكي وتنقول ليهم هاد الشيء راه ما كاينش. كنت نقولها لديك بنت عمي، هي مشات خرجات، وانا بقيت حسبي الله ونعم الوكيل حتى حد ما رحمني. شويه غادي يصوني ليا واحد عمي وقال با عافاك دوز ليا خويا حليمه، دوزو ليا. وقال لي علاش عطيتي النمره نتاع مرت ولدي فلان؟ واه عمي واش انا عندي النمره بعدا نتاع مرت ولدك؟ كنحلف ليه وانا فعلا كنت صادقه. كانت اصلا انا العائله ديالي مبعاده عليه كل البعد، كيفاش هو قدر يوصل ليهم؟ حيتاش هو شهر فاش كان كيدوي مع با، وبا كان كيدوي حدا العائله ديالهم، حتى كل شيء عرف بلي انه انا غادي نتزوج به. وانا اقسم بالله ديك مرت ولد عمي ما عنديش اصلا نمره ولا حتى الانستغرام ديالها ولا حتى شي حاجه. كنت نبكي ونغوت حتى سمعتنا واحد جارتنا الله يعمرها سلعه والله يشافيها، هي اللي كانت كتوقف معايا وكتصبرني. كنت نبكي ونقول ليه واه عمي ارحمني، راه ماشي انا، راني ما عندي حتى شي دخل في هذا الشيء. مشاهد خينا عند بنت عمي وما خلاهاش حتى هي، وكل شيء تيقوه، وعطوني الظهر وخلوني بحال شي حيوان حسكم الله. ما بقاوش كيهضروا معايا وكيعزلوني في المناسبات وحتى في الاعياد. مشيت عند بنت عمي للدار وسلمت على كل شيء وخلاتني انا، حقراتني. بقيت بحال هكاك كنقوي في راسي وشاده في صلاتي والذكر ديالي، تنصلي صلاه التوبه كل مره وتنقول يا ربي تسمح لي على الاغلاط اللي درت في حياتي، يا ربي غير سمح لي. دخلت بوحدي في واحد الدوامه حيتاش كلشي سمح فيا وخلوني. الوليد لقى لي واحد الخدمه في واحد الشركه عن طريق شي صاحبه اللي تعرفو، تنساني مع الزوج من مورا كنمشي لدار العجزه اللي كنت كنخدم فيها. شفت دوك الناس وعجبوني وارتحيت معاهم، ناس ابرياء، ما شي معاقل، شي مقلبات الدنيا. انا اصلا
تنحمق على الناس كبار ويعجبني ذاك الجو، بقيت من غمسة فيه، بقيت عامين على هاد الحال حتى لواحد النهار وانا غارقة في العالم ديالي. غادي يوصلني في الفيسبوك السلام، جاوبت صاحب هاد الرسالة، بقينا تنهضروا لمدة شهرين ومباشرة قال لي شوفي يا حليمة انا بغيتك في الحلال، اعطيني المرتب باك. فعلا عطيتها ليه، جاب دارهم ديك الساعة، كبر بيا ودار لي شي حوايج اللي كنت كنتمنى انني نعيشهم. والله يا ربي انا الحمد لله جا عوض الله. فاش نقول لكم عوض الله، راه الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربي رزقني بواحد الراجل ونعم الصديق والاخ وحتى الزوج، بغاني وبغيته، علما انني كنت معاهدة راسي انني عمرني ندي شي حد ما كنكنش ليه المشاعر. غادي نقولها لماما، ماما كل ساعه كانت تجي عندي، واش فعلا انت كتبغيها حليمه ولا غير بغيتي تهربي من المشاكل ديال العائله عاوتاني من جديد؟ تنقولها لا ماما، انا هاد الخطره هاد السيد كان بغيه وبغيتو، تزوجنا. فهاد اللحظه غادي ندير خطوه ما بين ماما واختها، اختها اللي هي خالتي اللي كنت مزوجه بولدها، معنا دور مشاكل وكانت جات مع ولدها وخلاتني انا وظلمتني وعذبتني، فبا كرهها وما تلاش حملها انه دخل عندها مازال الدار، وحلف على امي انها عمرها مازال تشوفها. فانا غندير خطوه ما بيناتهم وخليت المياه انها تدوز. قلت لها، مشيت عند امي وقلت لها هذيك اختك وانت اللي كبرتي معاها، انا ما غنجيش نحرمك منها، غنمشي عند الوالد ديالي اللي كان رافض تماما انه اخت ماما تبقى مواصله معها. ولكن بحكم الحرقه ديال خويا وفراقه اللي كنت ضايقاها وكنت كنشوف امي كتبكي حيت با حرمها من اختها، فمشيت دويت معاه وقلت لها انا محرومه من خويا فلان، عافاك ما بغيتش نحرم ماما من خوتها. بقيت في المناسبه كل مره كنرغب الوالد ديالي وكنمشي عند جده ومشيت عند خالاتي، واخا شفت شحال من حاجات ما عجبونيش صرتها بجغيمات ديال الماء، قلت في وجه العائله والعشره وصلحت كل شيء. الحمد لله اليوم انا 3 سنين هذه باش تزوجت ولحقت على رجلي للديار الاوروبيه، وربي رزقني بنيته معاه، ربي رزقني بزوج صالح اللي نساني في كاع من نشدس. انا اليوم غاديه جايه عند العائله ديالي عند والديا، ما تيقولش لي راجلي لا باك لا خوك لا امك لا جدك، محترمني ومحترم عائلتي وانا كذلك ومثال. كنحمد الله ونشكره لانه عطاني هذا الخير، واخا عمرني ما غادي ننسى الحرقه ديال القرايه اللي خلوني ما نكملهاش، خصوصا وانني شفت احلامي وحد اخرين كانوا تيحققوهم، علما انني كنت نقرا مزيان. اما دوك اللي اذوني في حياتي ملي شافوني تزوجت، حيت انا فاش تخطبت ما جا عندي حتى شي حد وما قلت حتى شي حد وما عاودش لا رجعي للعائله ديالي، قلت من الاحسن انني ديك الخبط اللي كنت نشوف فيهم نشوفه غير بوحدي. حدي قلت لي راه بغيت نستر الامر ديال الزواج ديالي حتى يكمل على خير. عائلتي ما كان فراسهم والو، حتى شافوني في مواقع التواصل باللي انني تزوجت عاد ولاو كيصوني ويبكي ويعتذروا ويطلبوا السماحه. انا غادي نسمح لي لوجه الله، وقدرت نتناسى باش انني نقدر من جديد نوقف على رجلي. الحمد لله انهم ماشي ديما الوالدين تيكونوا خايبين او الدراري الخوت تيكونوا خايبين. انا كنحماق على خوتي الدراري وتيحماقوا عليا، وكنحس بهم ولادي وماشي خوتي. الحمد لله عائلتي ارتاحوا لرجلي وليا حتى انا، حيت ولاو كيشوفوني فرحانه مع انسان صالح كيصلي كنقراو القران بزوج، كلشي كنديروه لله بزوج. ولكن وسط هادشي كله عايشه واحد الخوف مره تينخس عليا حياتي، تنقول ربما داك الشخص السام يقدر شي نهار يرجع لحياتي ويدمرها كيف دمرني ديك عامين. بعد مرات تنكون فرحانه تيشدني خوف شديد وتنطلب الله انه يخليه بعيد عليا كيف السماء على الارض. اما نصيحتي للبنات بالمختصر المفيد، ديوها في راسكم، ديوها في قرايتكم، ولو يكونوا الوالدين صعاب كيبقاو والدينا وما كنختاروهمش، والانسان يرضى بالقضاء والقدر دائما ويعمر فمه بالحمد لله. انا اليوم خايفه من حاجه وحده، هي داك خينا يبان من اول وجديد ويدمر لي حياتي لانه دار فيها الرعب، وهذه حكايتي. اخيرا هذه هي كانت نهايه حليمه اللي غادي نقول لك احليمه بالمختصر المفيد من جهتي انا، على الخوف من جهه داك الانسان. علاش حتى غادي تخافي وانت صريحه مع راجلك؟ علاش غادي تخافي وكاين قانون نقولوا انه مش تجرأ عليك هذا الانسان، غادي تسكريني كاع داكشي اللي كيصيفط لك وغادي تصيفطيه للبوليس. كاينه شي حاجه سميتها قانون، اخرجي من باب واسع، ما درتيش ما تخافيش، ما تخليش الشيطان اللي يلعب بيك ويخوفك من شنو طرا ليك انه يعاود يدمر لك حياتك. لا لا، عيشي اللحظات الزوينه ديالك اللي كتعيشي اليوم، ذوقيها،
تنعمي فيها، نغامسي فيها. الشيطان يعيدكم الفقر، ولكن ربي ديما معانا. بما انه عطاك هذا الخير كامل، الا ونهايتك غادي تكون غادي تستمر ان شاء الله كلها نشاط. هذه كانت حكايه حليمه الليله، خليو لها تعليق جميله. دمتم في رعايه الله وحفظه، وسلام سلام.